أستاذ سعفان بيقول إنه بالنسبة لصيام يوم عاشوراء وفضل الصيام ومدى يعني صحة الحديث وإنه يكفر الذنوب ولا لا، فضل صيام هذا اليوم وثوابه معلوم وثابت، ما فيش فيه يعني نقاش أو جدال، وده جاء في سنن الإمام النسائي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوم عرفة كفارة سنتين. صوم بيتكلم على صوم عرفة الأول، صوم عرفة كفارة سنتين، سنة قبله وسنة بعده، وصوم عاشوراء كفارة سنة. حضرتك بتقول الناس ممكن تبقى فاهمة إنه تصوم اليوم وتبقى هي كفرت عن كل الذنوب اللي قبل كده. الذنوب لازم نبقى فاهمين إن منها ما يتعلق بجناب الله تعالى والمتعلقة بحقه سبحانه وتعالى، وهناك ما هو متعلق بالعباد والتي لابد فيها من ان احنا نستسمح اصحاب اللي احنا غلطنا فيهم، اسأنا اليهم، خدنا حاجاتهم، لابد فيها من المسامحة والإبراء والأداء. طيب انا بستقبل هذا اليوم بالصيام وباخد بهذه السنة المباركة يعني وكل امل في مغفرة الذنوب، والإنسان يستقبل ده بالتوبة من ما عسى أن يكون وقع فيه. إذا كان فيه كبائر فلابد لها من توبة وتصحيح المسار، وإذا كانت الكبائر دي أنا ذنوب كانت أنا ارتكبت خالفت الأمر الإلهي، لابد من التوبة والاستغفار والاستقامة. وإذا كانت الذنوب بتاعتي متعلقة بآدميين، لابد من أنا غلطت في حد استسمحه، خدت حاجة وما رجعتهاش، دين، قرض، سرقت، أخدت بسيف، أي صورة من الصور دي أنا برضو أستسمح أصحاب الحقوق، أروح أستسمح. مش لازم أقول حتى أنا عملت كذا، سامحوني في أي تقصير كان في حقكم. والمفترض إن إحنا نتعامل كده كلنا مع بعض، نسامح بعض، ولما نسلم على بعض نسامح، سامحنا في أي تقصير في حقك، ويقول سامحتك في أو سامحتك، سامحتك في أي تقصير في حقي، وهكذا عشان الإنسان يبرأ من ذنوبي. يا صاحب السؤال أستاذ سعفان.